طبابة رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين برنامج طبابة رمضان. حلقة جديدة، وأكيد تقدر تسمعونا في كل مكان ومن خلال الراديو مباشرة تحديدا، أو من خلال تحميل تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور، أو زورونا مباشرة على الموقع على www.alfalfam.com. لو حاب تتواصل معنا وتطرح مشاركتك أو سؤالك أو استفسارك على ضيفنا في هذه الساعة في طبابة رمضان، كل اللي عليك أنك تشاركنا استفسارك على 012-61-61-100 012-61-75-85. تقدر كمان أكيد تشاركنا استفسارك من خلال SMS على STC 85-10-40 موبايلي 63-3-1 وعلى زين 70-13-13. أو لو حابين تشاركونك كمان من خلال تويتر تحديدا على هاشتاج طبابة رمضان. موضوعنا في هذه الساعة موضوع أكيد مهم، رح نتحدث ونسلط الضوء على مريض الكلى تحديدا، مريض الكلى في شهر رمضان، من ناحية الصيام كيف ممكن يصيم، أو عفوا كيف ممكن يصوم مريض الكلى من غير ما يؤثر هذا الشيء سلبا على صحته، كيف رح يتابع أيضا مريض الكلى، وظائف الكلى في شهر رمضان، هل في علامات معينة ممكن تدل على تدهور وظائف الكلى بسبب الصيام، وهل يوجد أيضا نظام غذائي المفروض يتبعه ويحافظ على اتباعه مريض الكلى اللي حاب أنه يصوم في نهار رمضان. تفاصيل حلقتنا اليوم مهمة، إن شاء الله تكون مفيدة وممتعة لكل اللي بيسمعونا في كل مكان، ونرحب بضيفنا في هذه الساعة تحديدا الدكتور أحمد نصر، استشاري ورئيس قسم الكلى في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، حضرتك عاملة إيه؟ يا هلا وسهلا فيك معانا في طبابة رمضان، وكل عام وانت بألف خير يا رب. وحضرتك طيبة وكل مستمعينا بخير بإذن الله. بإذن الله. حلو، بما أنه احنا اليوم رح نسلط الضوء على مريض الكلى تحديدا، وتحديدا على حالة مريض الكلى في شهر رمضان، خلينا نبتدأ بنقطة الصيام. بالنسبة لمريض الكلى دكتور أحمد، هل يقدر يصوم من غير ما يأثر سلبا على صحته؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده تخلينا نتكلم عن الكلى كعضو في الجسم، إيه وظيفتها في البداية. مش هطول على حضرتك. أكيد، تفضل. وظيفة الكلى في جسمنا إن هي التخلص من السموم والحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم. نرجع نتكلم على مريض القصور الكلوي. ده بيكون خمس درجات من القصور الكلوي، من الدرجة الأولى للدرجة الخامسة، وفي الدرجة الخامسة بيكون المرضى معرضين ان هم يكونوا محتاجين للاستصفاء الدموي او الغسيل الكلوي سواء دموي او بريتوني. فنرجع تاني للنقطة الاساسية، مريض الكلى لما يجي ويسأل انا اقدر اصوم ولا ما اقدرش. الحقيقة في الدرجة الاولى والثانية من درجات القصور الكلوي يجوز ان احنا نصوم، بشرط طبعا اتباع النظام الغذائي ومتابعة وظائف الكلى بشكل على أوقات متقاربة زي كل 3 أيام أو كل أسبوع. لكن من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة الأفضل إن احنا نبعد عن الصيام، لأن عدم شرب المية لفترة تتراوح من 12 ل 14 ساعة قد يعرض مريض الكلى لتدهور في وظائف الكلى. تمام، ممتاز، حلو، وضحت هذه النقطة تحديدا. طيب حضرتك ذكرت إنه المفروض يتابع وظائف الكلى تحديدا كل فترة، طب كيف ممكن يتابع مريض الكلى وظائف الكلى تحديدا؟ شوفي حضرتك، مريض الكلى في أسباب طبعا لمرضى القصور الكلوي اللي بتسبب قصور في وظائف الكلى اللي قد ينتهي بالفشل الكلوي، وأهمهم طبعا السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض المناعية وبعض الأمراض الوراثية. لما بتكون درجة الاستصفاء الدموي أو الاستخلاص الكرياتينين في الدم أقل من 60، ده بيعرض المريض إن هو يكون دايما محتاج للسوائل بشكل مستمر على مدى 24 ساعة عشان يفضل محافظ على وظائف الكلى. فالصيام من هنا، مشكلة الصيام معانا انه ممكن يأثر على وظائف الكلى. وفي الحالة دي يجي للمريض مثلا بتكون درجة الاستصفاء بتاعته مثلا في حدود 60%، نبتدي نصوم مع بعض وننبهه ان هو يشرب من 2 ل 3 لتر مية او سوائل بشكل عام
في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وخليه يجي لي بعد ما يكون صام في شهر رمضان 3 أيام أو 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 أكثر أو أقل على حسب الحالة، ونشوف إذا كان حصل تدهور في وظائف الكلى أو ما حصلش. تمام. وعلى الأساس ده بنقرر هنقدر نكمل صيام ولا نعتذر له ونقول له الصيام هيكون مضر بوظائف الكلى وعلى آخر الشهر ممكن تكون في مشكلة كبيرة. تمام، ممتاز. طيب حلو، هل ممكن تظهر كمان علامات معينة دكتور أحمد بتدل على فعلا تدهور وظائف الكلى بسبب الصيام تحديدا عند المريض؟ سؤال حضرتك مهم جدا الحقيقة. كويس ان حضرتك طرحتي السؤال ده، انا كنت عايز اوضحه حتى لو ما فيش حد من المستمعين او حضرتك قاله، لان مرض الكلى مشكلته انه مرض خبيث، ممكن نوصل لدرجة من القصور الكلوي والفشل الكلوي من غير ما يبقى عندنا اعراض خاصة بالكلى. يعني مثلا نقول المريض اللي بيجيله حصوة في الكلى أو حصوة في الحالب، على طول بطنه بتوجعه، جنبه بيوجعه، يجيله حرقان، الله يكرمك، يعني حرقان في البول، فبتبقى الأمور واضحة وواضحة في خلال ساعات أو أيام بكتير. لكن القصور الكلوي حضرتك لو تعرفي عندنا 1,000,000 وحدة كلوية، دي اللي هي بتكون الكلية، موجود حوالي 2,000,000 وحدة كلوية في الجسم. حضرتك عارفة عشان يظهر أعراض للفشل الكلوي لازم نكون فقدنا حوالي 90% من حجم النسيج الكلوي. حضرتك متخيلة أن أنا ممكن يكون عندي مشكلة وأنا مش واخد بالي أو أنا مهملها، وفي الآخر أفقد 90% من الكلى بتاعتي، وبعد كده تبتدي تظهر الأعراض. تمام. إيه هي الأعراض دي؟ أعراض قد تكون تورم في الساقين، قد تكون ميل للقيء وغممان للنفس، قد تكون إرهاق بشكل عام. شوفي حضرتك الحاجات اللي أنا بقولها لحضرتك دي تعتبر أعراض عامة، يعني الواحد مثلا لو بيداوم وبيروح وبيجي وبيتحرك كتير ممكن على آخر اليوم رجليه تورم شوية وما ياخدش باله، لو الواحد بيشرب قهوة كتير، بياكل توابل وشطة وحاجات زي كده ممكن يجيله ميل للقيء ويكون ده بسبب الأكل مش بسبب الكلى، أو بسبب الكلى مش بسبب الأكل. فأنا بتكلم إن حتى أعراض الكلى لما بتظهر بعد فقدان 90% من النسيج الكلوي بتاعنا والوظائف الكلوية بتاعتنا بتكون أعراض عامة للأسف. تمام تمام، طيب ممتاز. أنا حابة كمان أذكر مستمعين بطرق التواصل معنا لو عندكم أي سؤال أو استفسار مستمعينا عن مريض الكلى تحديدا في شهر رمضان، كيف ممكن كمان يكون أسلوب الحياة في رمضان، تواصلوا معنا واطرحوا سؤالكم واستفساراتكم على ضيفنا الدكتور أحمد نصر، استشاري ورئيس قسم الكلى في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض. وأذكركم بأرقامنا على 012-61-61-100، 011-2-17-85-85، أو شاركوني كمان استفساراتكم من خلال الاسم اس على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1، وزين على 70-13-13. طيب في استفسار على SMS دكتور أحمد بيقول الاستفسار: السلام عليكم، كم يجب أن تكون نسبة الكرياتين لحتى يحتاج الإنسان لغسيل الكلى؟ شوفي حضرتك، نسبة مستوى الكرياتينين في الدم هي نسبة غير دقيقة، لأنها مرتبطة بحاجات كتير، مرتبطة بالأكل اللي بناكله، كمية البروتينات اللي موجودة فيه، مرتبطة بالمصل ماس أو حجم العضلات أو الموجودة في جسمنا. يعني لما لقي مريض الكرياتينين بتاعه 6 ولكن هو وزنه 40 كيلو أو 50 كيلو، ده رقم كبير جدا بالنسبة لنا. لكن لما لقي كرياتينين 6 برضو لكن المريض وزنه 120 كيلو، الوضع بيختلف كتير. على الأساس ده احنا دايما بنعمل معادلة بيدخل فيها وزن المريض وعمر المريض، وفي النهاية بنحط الكرياتينين في الدم او مستوى الكرياتينين في الدم. تمام. لكن المعتاد ان مستوى الكرياتينين في الدم فوق 6 دي علامة خطيرة، ولكن بناخذ في الاعتبار وجود العمر بتاع المريض، يعني فوق 60 سنة ولا صغير في العشرينات، وفي نفس الوقت وزن المريض قد ايه. وزن المريض مهم. تمام ممتاز. استفسار اخر بيقول ابغى استفسر عن الحد الاقصى لجلسات غسيل الكلى بالنسبه لمريض فشل كلوي مؤقت ياخذ جلسات غسيل 3 مرات اسبوعيا وشكرا. شوف حضرتك، عشان نقول الفشل الكلوي احنا بنقسمه لنوعين زي ما المستمع الفاضل تفضل، حاد ومزمن. مزمن معناه ان خلاص مفيش امل، حصل تليف في الكليتين ومفيش حل غير الاستصفاء الكلوي سواء دموي او بريتوني او زراعه الكلى.
تمام. طيب نرجع لموضوع السؤال بتاع المستمع، الغسيل الكلوي الحاد. هي الفكرة إيه سبب الفشل الكلوي الحاد؟ الفشل الكلوي الحاد ليه أسباب كتير، ولكن بغض النظر عن الأسباب مش عايز أدخل فيها للتفاصيل، ولكن إحنا بنقول إن الفشل الكلوي تحول من حاد إلى مزمن في حالة اعتماد المريض على الغسيل الكلوي بشكل مستمر لمدة توصل لثلاث شهور. لو عدت الثلاث شهور دي والمريض لسه ما ظهرش أي أعراض للتعافي، زي كمية البول تبتدي تزيد، وزي ما يكون إن إحنا نبتدي نقول بدل ما هو محتاج غسيل ثلاث مرات في الأسبوع نخليها مرتين أو نخليها مرة في الأسبوع، يبقى في الغالب ده بقى مزمن. فالإجابة عشان تبقى واضحة، إذا المريض احتاج 3 جلسات في الأسبوع لمدة 3 شهور فهو تحول من غسيل أو فشل كلوي حاد لفشل كلوي مزمن، وفي الحالة دي احتماليات الاستشفاء بتبقى صعبة. تمام، ممتاز، جميل جدا. راح نكمل أكيد مستمعينا موضوعنا مع الدكتور أحمد نصر عن مريض الكلى في رمضان، لكن بعد الفاصل خليكم على السماع. طبابة رمضان. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في كل مكان. طبعا أننا مكملين حديثنا وموضوعنا عن مريض الكلى تحديدا في شهر رمضان الكريم مع ضيفنا الدكتور أحمد نصر، استشاري ورئيس قسم الكلى في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض. لكل شخص فيكم بيسمعنا الآن، لو عندك أي سؤال أو استفسار تحديدا عن إصابة الكلى أو أي إصابة للكلى، يعني معنى بنقول فشل كلوي وقصور كلوي بغض النظر عن الإصابة تحديدا، تقدر تطرح سؤالك أو استفسارك على الدكتور أحمد، وإن الله رح تسمع الإجابة مباشرة على الهواء على 012-61-61-100 أو شاركني كمان استفسارك من خلال الاسم اس على STC 85-1-0-4-0، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. طيب، بالنسبة للنظام الغذائي اللي المفروض يتبعه مريض الكلى في شهر رمضان تحديدا كمان اللي يرغب في صيام رمضان، دكتور أحمد. حضرتك، هو الموضوع ليه تفاصيل كتير. أول حاجة زي ما اتفقنا في بداية الحلقة، لازم نحدد درجة القصور الكلوي اللي الموجود المريض فيها، هل هي من الدرجة الأولى أو لغاية الدرجة الخامسة، عشان نبتدي نحدد بعد كده كمية السوائل. يعني احنا هنتكلم في البداية على كمية السوائل والمشروبات اللي المفروض يشربها. إذا كان المريض هنبتدي صيام، هنتفق على كمية سوائل تكون متوافقة مع كمية، الله يكرمك، يعني كمية البول اللي بيجيبها المريض في خلال 24 ساعة. تمام. بمعنى إذا كان المريض كمية البول عنده قليلة نتيجة إصابته بالقصور الكلوي، فهيكون مثلا بيجيب حوالي 500 سي سي أو نص لتر في اليوم، فعايزين كمية السوائل اللي يشربها ما تزيدش عن 1000، وإلا هيكون في احتباس في السوائل. ولكن إذا كان في مريض تاني ما عندوش مشكلة أبدا في كمية البول، وبيقدر كل ما بيشرب أكتر كل ما كمية البول بتاعته بتبقى كويسة، فده بننصحه إنه هو يشرب حوالي من 2 لتر ل 3 لتر في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وإن شاء الله ده ما يتعارضش مع الصيام بتاعه ويقدر يحافظ على وظائف الكلى بتاعته مستقرة خلال فترة الصيام دي بالشقة بتاع السوائل أو المية. بالنسبة للأكل، بنبتدي نتكلم عن البروتين، والبروتين هنا البروتين الحيواني والبروتين النباتي. مشكلتنا مع البروتين بشكل عام ان البروتين هو اثناء الاستهلاك والتمثيل الغذائي بتاعه جوه الجسم بتطلع السموم الكلوية المعروفة بالكرياتينين واليوريا او البولينا، وهي دي اللي بتسبب اعراض اللي المريض بيحس بسببها بالاعراض بتاعة القصور الكلوي المزمن. فبنتكلم ان البروتين بيكون في حدود 6-8 جرام لكل كيلو جرام وزن المريض. يعني المريض لو وزنه 100 كيلو يبقى هياكل حوالي 60 جرام بس من البروتين الحيواني، وده بيكفي ان هو يكون متوافق مع وظائف الكلى بحيث تفضل وظائف الكلى مستقرة وما نعملش اي اجهاد على الكلى. وفي نفس الوقت لو قللنا البروتين عن كده، يعني بعض المرضى يتطوع يقول لك انا مش هاكل بروتين خالص عشان ما اوصلش الفشل الكلوي، لكن احنا ما بننصحش بكده، ان هو لو ما اكلش كويس هيبقى مستوى التغذية بتاعته سيء، هيحس بإرهاق أكتر، هيحس بمشاكل أكتر. فدايما بنتكلم عن التغذية المتوازنة. نرجع للجزء الأخير وهو
الكربوهيدرات أو النشويات، ممكن يأكل على حسب هو مصاب بمرض السكري ولا لا، وبتكون كميات محسوبة على حسب حاجة المريض بالاتفاق طبعا مع طبيب الكلى. تمام. اللي لازم نشوف بعض التحاليل وبعض الفحوصات. تمام، ممتاز، جميل جدا. خلينا نروح الاتصالات ومعنا مازن. مساء الخير يا مازن. أنا بالدخل. يا هلا وسهلا، تفضل. أنا بس هو الدكتور جاوب على سؤالي، لأن أنا عندي قصور في وظائف الكلى ونسبة الكرياتين في الدم 4.1، والدكتور مانعني من الصيام. فكنت بس يعني تعرف في رمضان موضوع اللحوم والأكل، اللخبطة في الأكل. كنت بتسأل تحديدا عن الأشياء اللي فيها بروتين حيواني. بالضبط، أيوه. تمام، وسمعت الإجابة أهم شيء يا مازن؟ أيوه سمعت الإجابة، بس المنع عن الصيام هذه أنا قلقان صراحة، عندي قلق لأن الدكتور مانعني من الصيام. طيب طيب، خلينا نشوف رأي الدكتور أحمد كمان. دكتور أحمد، حاب تطرح أي سؤال على مازن؟ أنا عايز أعرف إيه سبب الكسور الكلوي بس؟ ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع بالضغط؟ أيوه. تمام. اولا كل سنه وحضرتك طيب، والف سلام عليك طيب. يا استاذ مازن، هو وجود كرياتينين 4 زي ما احنا اتفقنا في بدايه الحلقه مش هو العامل الوحيد اللي بنحدد على اساسه احنا في انهي درجه من درجات الكسور الكلوي. فيها الوزن والمعادله اللي احنا كنا اتفقنا عليها، الوزن والسن. تمام. ثاني حاجه، احنا لو صمنا يا استاذ مازن ده هيخلينا ما نشربش ميه في فتره تتراوح من 12 ل 14 ساعه، بمعنى ان ممكن يعني اذا كان الكرياتينين 4 دلوقتي وانا زعلان ممكن على اخر الشهر لا قدر الله يوصل 6 أو 7 وتبقى مشكله اكبر. فمعلش ما نزعلش من الصيام، ربنا ما فرضش علينا الصيام عشان يسبب لنا اي اذى، بالعكس الفتوى صريحه، اذا كان الصيام الاطباء شايفين انه ممكن يسبب اذى للمريض فالافضل ان احنا ما نصومش. والنظام الغذائي زي ما اتفقنا يعني هنقدر ناكل كمية من البروتين قليلة وبإذن الله يعدي عليك الشهر الكريم بدون ما يكون فيه تأثير على وظائف الكلى، ولكن أنا أؤيد رأي الطبيب اللي حضرتك بتتابع معاه بمنع الصيام. تمام، ممتاز، تحياتي لك يا مازن وألف سلام عليك. وإحنا المستمعين رح نكمل أكيد موضوعنا وتواصلنا معاكم، بس رح نطلع فاصل بسيط ورح نرجع أكيد، خليكم مع السماعة. طبابة رمضان. أرحب فيكم من جديد مستمعينا في كل مكان، مكملين موضوعنا اليوم عن مريض الكلى في شهر رمضان. طبعا أي سؤال أو استفسار حابين تطرحوه على ضيفنا الدكتور أحمد نصر، استشاري ورئيس قسم الكلى في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض، اتصلوا علينا وأطرحوا أسئلتكم على 012-61-61-100 أو شاركني استفسارك كمان أو استفسارك من خلال الاسمس على STC85-10-40 موبايلي 66-3-1 وعلى زين 70-13-13. ونروح على الاسمس، في استفسار يقول محمد مصاب بمرض السكري والضغط من 30 سنة وعاني، أتوقع هو الاستفسار مو مرة واضح، وعاني من حرقان البول من سنة، هل للكلى أثر في ذلك أو علاقة في ذلك؟ مع العلم أني ما حللت. بشكل عام خلينا نقول دكتور أحمد، إذا كان الشخص بيعاني فعلا من حرقان في البول فهل هذا الشيء يدل على إصابة معينة؟ الحقيقة حرقان البول قد يكون لي أسباب كتير، أهمها وجود كريستالز أو أملاح كتير في البول زي اليوريك أسيد أو الأكزالات، ومحتاجين طبعا نحن نعمل تحليل للبول عشان نعرف كمية الأملاح دي ونديله العلاج المناسب والنظام الغذائي المناسب. النقطة الثانية، قد يكون في صديد في البول ودي مشكلة أخرى، لو مستمرة معي بقالها سنة ممكن فعلا تكون تأثر على وظائف الكلى في وجود مرض السكري ومرض الضغط. والمعروف عن مرض السكري ان مريض السكري بيكون مناعته ضعيفه، بمعنى اذا كان في بكتيريا موجوده في المثانه او في الكلى ممكن تكون مزمنه على مدى سنه. اعتقد يا استاذ محمد لازم نعمل تحليل بول بشكل عاجل. تمام، ممتاز، الف سلام عليك يا محمد. ونروح على اتصال طلال. مساء الخير يا طلال. هلا النور. يا هلا فيك، تفضل. دكتور بس انا زارع كلى فنسبه البوتاسيوم كانت عندي تحليل اللي هو اليوم حذفته
5.1 اللي هو ممكن أعلى حد الطبيعي، فهل هذا ممكن في تأثير منه أو وكيف أتجنب البوتاسيوم الارتفاع هذا؟ دكتور أحمد عندك أي سؤال للأخ طلال؟ لا احنا بس عاملين زراعة الكلى دي امتى تقريبا؟ متى زرعت الكلى؟ 6 سنوات تقريبا. 6 سنوات ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا استاذ طلال، معدل البوتاسيوم من الحاجات المهمة جدا ان احنا بنتابعها، وكويس جدا ان حضرتك متابعها. 5.1 هو فعلا في اعلى المعدل الطبيعي المسموح عند بعض المختبرات، لكن في بعض المختبرات الاخرى بتكون الريفرنس بتاعهم واصل ل 5.3. احنا ليه بنخاف من البوتاسيوم وليه دايما الناس بتسأل عن البوتاسيوم؟ لانه ممكن يأثر على ضربات القلب. فارتفاع مستوى البوتاسيوم اول حاجة بنشوفها هو الارتفاع ده موجود بشكل مستمر، احيانا مع سحب الدم احيانا بعض كرات الدم الحمراء بتتكسر فيطلع البوتاسيوم زيادة، وهو الحقيقي مش زيادة، بمعنى ان انا كل يوم مثلا بتابع البوتاسيوم يطلع يوم 4 يطلع يوم 3.5 وفجأة يطلع لي 5.1، ففي الغالب 5.1 دي غير دقيقة. تمام. طيب إذا افترضنا أن التحليل دقيق وما فيش أي مشكلة فيه، نرجع نقول إيه أسباب ارتفاع البوتاسيوم. قد تكون مرتبطة بالنظام الغذائي، وقد تكون مرتبطة ببعض الأدوية. بعض الأدوية اللي بناخدها خصوصا بعض أدوية الضغط بتعلي البوتاسيوم، وحضرتك لازم ترجع للطبيب بتاعك عشان نقدر نشوف إذا كان ممكن نستبدل أحد الأدوية دي بدواء تاني ما بيعليش البوتاسيوم. ونرجع تاني نتكلم في النظام الغذائي، بعض الأكلات موجود فيها البوتاسيوم بنسبة عالية، ولازم نراجع أخصائي التغذية أو الطبيب المختص بالكلى عشان نتفادى الأكلات اللي موجود فيها البوتاسيوم. وأحب أخص بالذكر بعض الأكلات دي، التمر والموز. التمر والموز موجود فيهم بوتاسيوم بنسبة عالية جدا، فنفضل ان احنا في الشهر الكريم ما ناكلش منهم كتير او نتفاداهم اذا كان فعلا نسبة البوتاسيوم بتاعتنا عالية. والف سلام عليك. تمام ممتاز، السلام عليك اخوي طلال. وفي استفسار اخر على الاس ام اس بيقول ايش هي اعراض الفشل الكلوي وايضا التضخم الكلوي، حيث يعاني والدي من التضخم الكلوي وقرر له الغسيل وشخصت الحالة على انها وراثية وانه في تشوه خلقي بالكلية وانها كبيرة الحجم. شرح الطبيب انه في فرصة لظهور هذه الاعراض عندنا احنا الابناء مستقبلا بعد بلوغ سن 30، ما مدى صحة هذا الكلام وايش المفروض انه احنا نسوي يا دكتور؟ ألف سلامة على الوالد، وإن شاء الله ربنا ما يجيب شر على أي حد من حضرتك أو الإخوة. الحقيقة التضخم الكلوي لو حضرتك تقصد التكيسات الكلوية بيحصل فعلا، وده أحد أسباب الفشل الكلوي الموجودة هنا في المملكة وفي الشرق الأوسط بشكل عام. التكيسات الكلوية دي يا سيدي بتكون مرض وراثي، بيتنقل ما بين الأباء والجدود للأبناء، وفعلا بتظهر الأعراض بعد سن 30، ما بتظهرش أي تكيسات في الكلى إلا بعد سن 30. بالنسبة للوالد إذا كنا وصلنا للتضخم الكلوي نتيجة التكيسات واحتاج للغسيل، فللأسف لو كان ده السبب فعلا للأسف مضطرين إن احنا نعمل غسيل كلى، وربنا يكرم إن شاء الله ونعمل زراعة كلى. طيب بالنسبة لحضرتك والإخوة، أهم حاجة أي حد فوق سن 30 لازم نعمل له أشعة موجات صوتية عشان نطمن في تكيسات ولا لأ، أو نبتدي نتعامل معاها. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو في أحد الإخوة مقبل على الزواج وعايز يطمن وهو أقل من 30 سنة وعايز يطمن هو المرض ده هيجيله أصلا ولا مش هيجيله، يقدر يتوجه للمستشفى المتواجدة قريب منه، وطبعا التحليل ده موجود عندنا في المستشفى السعودي الألماني. بنعمل جينيتك تيستينج أو اختبار للجينات بتاعته عشان نعرف هو انتقل له المرض ولسه هيظهر عليه بعد 10 سنين ولا حاجة، ولا المرض مش موجود عنده ومفيش أي احتمال أنه يظهر مستقبلا. وطبعا ده بيهمنا في الإخوة المقبلين على الزواج، إذا أهل العروس أو أهل العريس كانوا مهتمين يعرفوا إذا كان هيكون في أمراض وراثية في العيلة ولا لا. تمام ممتاز. طيب الأخبار الكويسة، معلش أنا هطول عليك بس معلش عشان أنا بس أيريت نقدر بس بسرعة عشان نقدر ننقل صلاة العصر. آخر حاجة إنه منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية وافقت على دواء جديد بيعمل تاكلينج للمشكلة دي أو بيعمل حل للمشكلة دي في بداياته، يعني في بداية وجود التكيسات في سن الثلاثينات. تمام. عشان حضرتك والإخوة، والدواء ده الحقيقة بيقلل من التكيسات وبيقلل من فرص حدوث الفشل الكلوي. تمام. يعني زي مثلا بدل ما يحصل عند سن 50 لا ممكن يحصل
عند سن 70 أو ما يحصلش خالص. تمام ممتاز. طبعاً بشرة ممتازة يعني. أكيد ممتاز جميل جداً. مستمعينا مضطرين نطلع فاصل سريع وراجعين، خليكم على السمع. طبابة رمضان. أرحب فيكم من جديد مستمعينا في كل مكان، وأكيد مكملين حديثنا ونقاشنا حول موضوعنا اليوم عن مريض الكلى في رمضان مع ضيفنا الدكتور أحمد نصر، استشاري ورئيس قسم الكلى في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض. طبعا تكلمنا في تفاصيل كثيرة في الجزء الأول من الحلقة، رح نروح الآن أيضا على استفسارات المستمعين من جديد، ولو عندكم أي استفسار أو سؤال عن إصابات الكلى تحديدا تقدروا أكيد تطرحوا أسئلتكم على الدكتور أحمد على 012-61-61-100 012-61-85-85. تقدروا كمان تشاركونا استفساراتكم من خلال الاسم اس على STC 85104 موبايلي 66-3-1 وعلى زين 70-13-13. طيب نروح على الاس ام اس من جديد. في عندنا استفسار بيقول الوالد عنده فشل كلوي من عامين وما بنقوم بسحب ماء أثناء جلسة الغسيل، علما أنه بيتبول بصورة طبيعية، فهل في ضرر عليه وهل هذا معناه أنه جزء من الكلى يعمل؟ السلام عليكم. ألف سلامة على الوالد أولا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. جلسة الغسيل الكلوي أو الاستصفاء الدموي، حضرتك أشرح بس نقطة بسيطة. يكون في فلتر، الفلتر ده عبارة عن غشاء، الغشاء ده الدم بيكون موجود في ناحية، وفي الناحية التانية بيكون في محلول من المغذيات اللي فيها بعض الأملاح اللي تفيد الجسم وتقدر تسحب السموم الكلوية. مش شرط إن احنا نسحب سوائل، يعني مريض الفشل الكلوي في بداية المرض أحيانا بيكون كتير منهم في كمية بول لسه بتيجي، وعلى الأساس ده احنا بنحدد حاجة اسمها الوزن الجاف. طالما المريض ملتزم بشرب مية تتوازن مع كمية البول اللي بيقدر يجيبها في اليوم، يكون محافظ على الوزن الجاف. والوزن الجاف ده اللي هو بيكون زيه زي أي واحد طبيعي، مفيش تورمات في رجلين، وتنفسه كويس بمعنى ان مفيش أي سوائل زيادة في الرئتين أو حوالين القلب. والفكرة ان احنا عندنا بعض المرضى ما بيزيدوش عن 10% بيكونوا زي الوالد عند حضرتك، يكون عنده جزء من الكلى شغال بس في الوقت ده بتكون الكلى بتطلع بول، ولكن البول ده بيكون كمية السموم الكلوية فيه قليلة، عشان كده احنا بنضطر نعمل الغسيل الكلوي لإزالة السموم الكلوية وليس لإزالة السوائل الزائدة، ان الوالد ما عندوش اي سوائل زائدة. والف سلامة على الوالد. وأحب أضيف بس إن الوالد من المحظوظين، يعني دي نعمة من ربنا إن يكون في كمية من البول حتى لو كانت بسيطة، لأن دي بتحمي الوالد من إنه يجيله أي حالة ارتشاح كلوي، ارتشاح رئوي، تخليه يروح على طوارئ المستشفى بشكل عاجل لسحب السوائل الزائدة. تمام ممتاز. استفسار آخر بيقول أنا كليتي دائما توجعني بآلام شديدة وبشرب مهدئات، وصفها الطبيب لي وما كان عندي أي أوجاع من قبل، ولما فحص مستوى الكرياتين طلع نسبته 1.9، فهل هذا خطر وهل تحتاج غسيل؟ أولا الحمد لله ده ما يحتاجش غسيل خالص ولا حاجة زي ما اتفقنا، ولكن هل في نسبة خطورة؟ للأسف في نسبة خطورة. اللي أنا شايفه من القصة اللي حضرتك بتحكيها إن كان بيجي مغص كلوي وحضرتك بتاخد مسكنات، المسكنات بشكل عام على المدى الطويل بتأذي الكلى وبتأثر على وظائف الاستصفاء الكلوي، فعلى الأساس ده حصل للأسف قصور في وظائف الكلى لما وصل الكرياتين 1.9، وبنقول إن الطبيعي بيكون أقل من 1.2. إذا كنا وصلنا 1.9 نرجع نقول تاني هل ده حاد ولا مزمن. أنا بإذن الله شايفه يكون حاد ونقدر نتعالج منه ويرجع للطبيعي بإذن الله، ولكن طبعا تحتاج لبعض الفحوصات في المستشفى زي الأشعة وزي تحليل البول وبعض فحوصات الدم عشان بإذن الله ترجع للطبيعي وما تتعرضش للمشكلة دي مرة تانية. ممتاز. ألف سلام عليك أخوي. ونروح على الاتصالات معانا. مبارك مساء الخير يا مبارك. ألو مساء الخير. أهلا السلام. وعليكم السلام، يا هلا تفضل. لحظة لحظة صوت مهمومة. يا ريت ترخي صوت الراديو وتسمعني من السماعة. يلا تمام. أيوة اسمعني من الجوال وارخي صوت الراديو. إيه.
تمام كذا سامعنا كويس؟ ايوه. طيب يلا سؤالك. الموضوع عن ايشو؟ الموضوع عن الكلى في رمضان ومريض الكلى في رمضان، عندك اي سؤال عن الكلى او انصابات الكلى؟ محمد اللي بيحافظ على مثل الكلى ويبتعد عن مضار يضع على الكلى او مشروبات او حاجات، يعني هل في مشروبات معينة المفروض مثلا مريض الكلى يبتعد عن شربها؟ ايوه عن عنها او يعني تحذيرات عنها وينتهي. طيب طيب شكرا لك يا مبارك، تحياتي لك. طيب نرجع للاستفسارات عفوا نرجع للاستفسارات من جديد، راح صوتي يا مبارك. طيب في استفسار بيقول، طبعا احنا راح نرجع لاستفسار مبارك لكن بعد هذا الاستفسار، كيف يمكن التنبؤ او معرفه مدى استغناء مريض فشل كلوي حاد في الكلى اليمنى فقط عن جلسات الغسيل الكلوي؟ الحقيقة احنا جاوبنا على سؤال مشابه زي ما اتفقنا، الفشل الكلوي الحاد على حسب أسبابه سواء في كلية واحدة أو في كليتين. تمام. الفشل الكلوي هو فشل كلوي. حلو. ممكن يكون في كلية واحدة يسبب فشل كلوي عام، لأن المريض ده يكون مولود بكلية واحدة زي واحد من كل ألف واحد موجودين. ممتاز. تمام. في واحد من كل ألف واحد بيتولدوا بكلية واحدة، لو حصل فيها فشل بتكون فشل في الكلى بشكل عام. طيب. استغنائنا عن الغسيل مرتبط بالاستشفاء، ولكن إذا مر 3 شهور ونحن معتمدين على الغسيل الكلوي أصبح مزمن. تمام. استفسار الأستاذ مبارك، أنا أعتقد كان يقصد إزاي الإنسان الطبيعي يحمي نفسه من أمراض الكلى. أنا صراحة ما قدرت أفهم استفسار مبارك، فتفضل حضرتك. خلينا نتكلم بشكل عام. بشكل عام أنا كنت حابة كمان قبل أن نختم الحلقة نتكلم في نصائح كمان عامة لمرضى الكلى، من ناحية التغذية، من ناحية زي نفس سؤال كمان الأخ مبارك، وأيضا الشخص الطبيعي كيف يقي نفسه أيضا من إصابات الكلى. تفضل. خلينا ناخدها واحدة واحدة. بالنسبة للإنسان الطبيعي، إزاي أحمي نفسي من قصور الكلى أو مشاكل الكلى؟ أهم حاجة إن إحنا نشرب سوائل كافية. مشكلتنا هنا إن إحنا بنشتغل بنطلع في الشمس ونرجع وعلى طول في التكييف، فما بنحسش بالعطش كتير، من تكييف المكتب لتكييف العربية لتكييف البيت ما بنحسش بالعطش. لا، لازم ناخد بالنا ونشرب على الأقل من 2-3 لتر مية صافية، بغض النظر عن العصاير والسوائل والشاي والقهوة. المية الصافية بتفرق كتير، ده بيحمي الكلى من ترسب الأملاح ومن مشاكل تانية كتير. ده بالنسبة للإنسان الطبيعي. وطبعا أي دواء نستعمله لازم يكون تحت إشراف الطبيب، بمعنى أن بعض المسكنات لما بتتاخد لفترة طويلة، واحد عنده مشكلة في أسنانه في ركبه وجع في العظام، يبتدي ياخد مسكن مسكن والموضوع يعجبه أنه بيرتاح المسكن، لكن المسكن بيأذي الكلى، يجي بعد سنة أو اثنين عنده مشكلة في الكلى. فدي نقطة الأدوية، لازم ناخد بالنا جدا من موضوع الأدوية. نيجي بقى للمرضى المعرضين لمشاكل الكلى زي مرضى السكري مثلا. مريض السكري لازم يتابع كل 3 شهور عند طبيب العام بتاعه أو طبيب الأمراض البطنة عشان يحمي نفسه من مشاكل الكلى اللي قد يسببها مرض السكري. ودي طبعا بكل بساطة لازم يظبط أكله ويظبط مراعاة الأدوية، سواء هي أدوية بتتخذ بالفم أو إنسولين. نرجع تاني، إيه هي أسباب قصور الكلى؟ أول حاجة السكري، تاني حاجة الضغط، يبقى لازم مريض الضغط يفضل محافظ على ضغطه في المستويات المسموح بها عالميا ويقلل من الملح في الأكل ويشرب سوائل كتير. تمام. وبعض الأمراض الأخرى مرض بمرض نقدر نعرف نحافظ عليه إزاي عشان ما يأثرش على الكلى. تمام ممتاز. دكتور أحمد حاب أشكر وجودك اليوم معي في طبابة رمضان، تحياتي لك على المعلومات المميزة اللي طرحتها في هذه الساعة، شكرا لك. متشكر جدا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، ونتمنى ان احنا نكون فدناكم ان شاء الله. اكيد، شكرا لك وانت طيب يا رب بصحة وسلامة. مستمعينا شكرا لكم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من طبابة رمضان، اكيد رح يجدد لقائي فيكم بكرة بنفس الموعد من الساعة 3-4 العصر. وحلقتنا لليوم تقدر ترجع تسمعوها مرة ثانية من خلال قناتنا على اليوتيوب على ALIF FM. وأنا رح أترككم الآن مع الثنائي اللي رح يجيب لكم الجنان، ثامر الغليس وأحمد الركن في برنامج المدفع بدري. إن شاء الله تقضوا وقت جميل معاهم. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.